الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فإن الدولة العظيمة القوية لا بد لها من أعمدة قوية، وأعمدة الدولة هي مؤسساتها الوطنية. وقبل أن نتحدث عن أعمدة الدولة الوطنية وعن مصر العزيزة وأعمدتها ومؤسساتها، نذكر بجانب من حديث القرآن الكريم عنها. عندما تحدث القرآن الكريم عن مصر كدولة وكمدينة وكملك راسخ قوي، فقد ذكر القرآن الكريم مصر بلفظ المدينة 5 مرات في القرآن الكريم: 4 مرات في قصة سيدنا موسى عليه السلام، والخامسة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. تحدث القرآن الكريم عن مصر منذ آلاف السنين بأنها مدينة، والقرآن الكريم كل كلمة فيه وقعت موقعها. فعندما يصف البلدة بأنها مدينة فهي مدينة عظيمة. من ذلك قوله تعالى في قصة سيدنا موسى عليه السلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وقوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يتحدث عن مصر، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. المرة الثالثة فأصبح الضمير يعود على سيدنا موسى عليه السلام، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. المرة الرابعة على لسان فرعون: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. فهي مدينة عظيمة ودولة راسخة من أيام نبي الله موسى عليه السلام، بل هي مدينة ودولة عظيمة من أيام سيدنا يوسف عليه السلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا السلام. عندما يتحدث القرآن في قصة سيدنا يوسف عليه السلام فيقول: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. ثم لم يقف حديث القرآن عند هذا الحد، بل وصف أمرها بالملك وحاكمها بالملك. وعندما يتحدث القرآن عن مصر بوصف حاكمها بالملك فسمة دولة عظيمة وملك عظيم، إذ لا يوجد ملك بلا دولة وبلا مدينة.
فتحدث القرآن الكريم عن حاكم مصر بلفظ الملك 5 مرات في صورة سيدنا يوسف عليه السلام. وقال الملك، الحديث عن حاكم مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ثم يأتي الموضع الثاني، وقال الملك ائتوني به، بسيدنا يوسف عليه السلام. فلما جاءه، لما ذهب الرسول إلى سيدنا يوسف، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. في المرة الثالثة وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أتخذه وزيرا، أستفيد به في ملكي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. المرة الرابعة قالوا نفقد صواع الملك، الإناء الذي يشرب فيه الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. المرة الخامسة كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. 5 مرات في القرآن الكريم يصف مصر بأنها مدينة، مدينة عامرة، وعندما يتحدث القرآن عن مدينة فهي مدينة بكل ما تعنيه الكلمة، ولها ملك ولها ملك ولها نظام، فهي دولة عظيمة ذات نظام عظيم منذ آلاف السنين. ليس هذا فحسب، بل يتحدث القرآن الكريم عن مصرنا العزيزة على لسان مؤمن آل فرعون عندما قال يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. فليس ملكا عاديا، وإنما هو ملك ظاهر ومعلوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. وسمى خزائن مصر أيام يوسف عليه السلام بخزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، فأطلق على مصر على خزائنها أنها خزائن الأرض. ليس هذا فحسب، بل تحدث القرآن عنها بما ينبئ أنها بلد كريم لكل من يقصدها. ألم يقل على لسان يوسف عليه السلام وهو على خزائن مصر بمثابة وزير ماليتها ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ أقروا بأنها بلد مكرام وكانت مركزا تجاريا عظيما. عندما أصابت الفاقة بعض الدول المحيطة جاءوا للمركز الإقليمي التجاري العظيم عندما دخل إخوة يوسف عليه السلام وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، بيع وشراء كمركز إقليمي للحبوب والغلال ولكثير مما كان يحتاجه هذا العصر. هذه مصر عبر تاريخها الطويل. ليس هذا فحسب، بل هي دولة لها مؤسسات. لم يكن كان الملك أثنى خزائن الأرض أو خزائن مصر لها دولة يقوم عليها شخص يدبر شؤونها المالية، ولها قانون عظيم. كانت دولة تحترم القانون منذ آلاف السنين. عندما أراد سيدنا يوسف عليه السلام أن يحتجز أخاه ماذا كان؟ وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجز الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. انظر إلى قوله تعالى
كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كان لمصر قانون، ولو احتكم سيدنا يوسف إلى القانون المصري آنذاك ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه ولا أن يحتكزه، وهي دولة تحترم القانون والمعاهدات الدولية منذ آلاف السنين. إنما سألهم ماذا في قانونكم أنتم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، فلم يفتئت على القانون وإنما احتكم إلى قانونهم واستنطقهم بالحكم، لأن الدولة المصرية تحترم القانون منذ آلاف السنين، دولة راسخة في القانون. وهنا ومن هذا المسجد العظيم الذي أنشأه الصحابي الجليل سيدنا عمرو بن العاص، حيث كان في صحبة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا وما زلنا إلى يومنا هذا نحترم القانون ونحترم الشرع ونطبق وثيقة المدينة تطبيقا عمليا يشهد به الزمان والمكان. دخل سيدنا عمرو بن العاص وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا هنا في هذا المكان الذي نتحدث من عليه الآن، حيث مسجد سيدنا عمرو بن العاص، فلم يغلقوا كنيسا ولا معبدا، ولم يهدموا كنيسة واحدة ولا معبدا واحدا، وهم أصحاب رسول الله. وظل إلى يومنا هذا المسجد يعانق إلى جوائه الكنيسة والمعبد. هذه سماحة الإسلام، هذه عظمة الإسلام، هذا تاريخ مصر في القديم والوسيط والحاضر وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. دولة تطبق الفهم الصحيح للإسلام، سماحة الإسلام، تؤمن بالتنوع، نحمي دور عبادة الآخرين كنائسهم ومعابدهم كما نحمي مساجدنا، نؤمن بالتنوع ونؤمن بسنة الله الكونية في التنوع والاختلاف. وهذا ما تعلمناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وثيقة المدينة عندما قال إن يهود بني عوف ويهود بني ثعلبة ويهود بني النجار ويهود بني الحارث مع المؤمنين أمة في التعايش، أمة في دولة المواطنة، أمة في الحقوق والواجبات. والدين لله، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. لم يكره سيدنا عمرو بن العاص ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من أهل مصر على الإسلام، فمن دخل طواعية لا إكراه في الدين. هذه سماحة الإسلام، الإيمان بالتنوع. فكما حافظ أصحاب رسول الله على دور عبادات الآخرين، تسير الدولة المصرية على هذه العهدة النبوية في احترام الآخر والإيمان بالتنوع، نحمي دور عبادة الآخرين ونحافظ عليها كما نحافظ على دور عبادتنا. هذه سماحة ديننا، وهذه حضاراتنا، وهذه الدولة المصرية في القديم والحديث. نسأل الله أن يحفظها من كل سوء. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. الدين ليس شعارات ترفع، هو تطبيق عملي لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدولة العظيمة هي التي تقوم على مؤسسات راسخة. وللدولة أعمدة، للدولة أعمدة، منها من أهم أعمدة الدولة جيشها الوطني الذي يحمي ويحرس، وشرطتها الوطنية التي تسهر على أمن الناس وحفظ أمن المجتمع، قضاؤها العادل الذي يعمل على تحقيق العدل، مؤسساتها الدينية الرشيدة التي تطبق مفهوم الأديان بما يخدم مصالح البلاد والعباد وفق منهج الله، فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، لا تلك الأفهام المنحرفة
ولا تلك الجماعات التي تتاجر بدين الله. من مؤسسات الدولة أيضا كل ما يقوم على خدمة الدولة من تجارة وزراعة وصناعة وصحة ونقل وتموين واتصالات، فكل مؤسسة تشكل ركنا من أركان الدولة بمثابة عمود من أعمدة هذا المسجد. فكما أن هذا البناء لا يمكن أن يقوم على عمود واحد، فالدول لا يمكن أن تقوم إلا على مؤسسات قوية. ومن هنا نؤكد أن تقوية مؤسسات الدولة واجب شرعي وطني، تقوية مؤسسات الدولة واجب شرعي وطني، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان. أما تلك الجماعات الضالة المنحرفة من قوى الشر والضلال فتعمل على هدم مؤسسات الدولة لخلق كيانات بديلة موازية كالميليشيات التي تتبع الجماعات الإرهابية وتهدد بناء الدول وتهدد وجودها، لأن هذه الجماعات لا تقوم إلا على الخراب والدمار، وحيث حلت حل الخراب والدمار. أروني أي دولة حلت بها الجماعات الإرهابية والمتطرفة إلا كان مصيرها ومآلها إلى الهدم والتخريب والتشرد والضياع، لأن هذه الجماعات لا تقوم إلا على أنقاض الدول. ومن ثم وجب علينا جميعا أن نعمل بكل قوة على احترام مؤسسات الدولة وبما فيها مؤسسات الدولة البرلمانية والنيابية والدستورية، فكل مؤسسة تشكل ركنا من أركان الدولة. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حسن الفهم لديننا، اللهم ارزقنا حسن الفهم لديننا، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه، وهيئ لها رزقها رغدا من البر والبحر والسهل والجبل يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا مستمعا ولا حاضرا ولا شاهدا، لا تجعل فينا ولا لنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، وعجل اللهم برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن البشرية جمعاء. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.